بداية سيراميكا السنة دي مرضية بالنسبة لك؟ احنا وقلت لك الكلام ده قبل كده، احنا السنة اللي فاتت ادينا ألف عذر السيراميكا وقلنا انه اول موسم صحيح عملوا تدعيمات كويسة، صحيح عنده سواء مع الكابتن هيثم او الكابتن ضياء اجهزة فنية محترمة طبعا، بس النتائج تراجعت في وقت من الاوقات. السنة دي قلنا لا، سيراميكا هيخش الدوري يكسر الدنيا مع التشكيلة اللي موجودة، مع جهاز فني خلاص حافظ الفرقة. نتائج ممكن نقول انها مش سيئة، بس مش اكيد هو ده اللي انت كنت بتطمحوا له 100%. الحقيقة الموسم ده اعتقد ان احنا بدأنا بداية مش وحشة خالص. ما تنساش النهاردة كمان من الدوري السنة دي صعب جدا جدا جدا، اصعب بكتير من الدوري الموسم اللي فات. اعتقد الفرقة السنة دي لو اتفرجت عليها فنيا كمان هتلاقي ان فيها تماسك اكتر كتير من السنة اللي فاتت، لان فيها انسجام وتناغم اكتر بكتير من الموسم اللي فات، وده شيء طبيعي جدا جدا، وده احنا كنا عارفينه كويس قوي. الموسم اللي فات كان بنعتبره موسم بناء، احنا بنبني تيم. يعني احنا الموسم اللي فات جبنا تقريبا 23 لاعب او 24 لاعب، مش من السهل ابدا ان انت تخلي 23 24 لاعب كل واحد فيهم جاي من مكان يحصل ما بينهم وما بين بعض انسجام بالسهوله دي. اوضه اللبس اكيد اكيد كانت محتاجة أو وما زالت وستظل محتاجة دايما مدير فني قوي، مدير فني يقدر يتعامل مع كل النجوم اللي كانوا موجودين أو ما زالوا موجودين عندنا. كابتن هيثم شعبان من المدربين أو المديرين الفنيين اللي بالفعل حطينا عليه طموح كبير جدا جدا ورهننا عليه في البداية، وهو أثبت أنه هو مدير فني كبير وقدير. بعد ما كابتن هيثم شعبان حصل بعض الظروف اثناء الموسم وجي كابتن ضياء السيد من المدربين والمديرين الفنيين محترمين جدا، انا على المستوى الشخصي بعتز بيه جدا طبعا. وشايف ان هو الحقيقه يعني ما كانش محظوظ مع سيراميكا كليوباترا ان هو يبقى في نتائج مرضيه بالنسبه للاداره في التوقيت ده، لكن في الاول في الاخر بقول ان سيراميكا كليوباترا في الموسم الاول عملت بصمه في الدوري المصري، عملت بصمه اللي احنا كنا بالفعل شايفين ان هي محتاجينها في الموسم الاول. المركز ما كانش مرضي بالنسبة لنا ولا مرضي للإدارة، لأن احنا بالفعل كنا عندنا طموح أعلى من كده. إن شاء الله بإذن الله يعني عندنا طموح إن احنا الموسم ده نعمل أفضل بكتير من الموسم.